اهلا وسهلا بكم مشاهدينا شفتوا في هذا البث المباشر من مدينه الدار البيضاء اللي دائما معنا كنتحاوروا معكم في عده مواضيع نأخذ الاراء ديالكم اكيد مشاهدينا الكرام الموضوع اللي خشينانا اليوم اللي هما اللي هو كنشوفوه في المجتمع ديالنا صراحه شان كنشوفوه بزاف هو اللي كيؤدي للتشرد كيؤدي لبزاف د الحوايج أه يعني شنو الراي ديالكم في بعض الازواج اللي كيتخلوا على الزوجات ديالهم آه وكيخليهم واحلين زعما ومع الابناء ديالهم والمسؤوليه صعيبه والمغرب آه وكيف كتعرفوا المراه آه مسكينه لا كانت ما وما خداماش لا طلق راجلها يعني ما, ما كتلقاش شي معين لما كانوا دارهم ميسورين الحال وزعما وهزوا بها وداك يعني مسكينه كتضيع كتخرج للشارع يعني كتعرض لبزاف الحوايج الوليدات كيتعرضوا لبزاف الحوايج دونك آه زعما منهم من هذوك الناس رجالة الرجاله كنهضروا بصفه عامه يعني حتى العيالات بعض المرات راه كيكونوا واحد سبب ما اللي كتلقى سبب لا علاقه ماشي شي حاجه معقوله زعما ما ماشي خانتو ولا مثلا دارت شي حاجه كراف اللي غيخليها انه غيشردها ولا غيطلقها سوا كتلقاه عاش واحد النزوه مع واحد الدريال صغار منو كيتبع الهوا ديالو كينسى ولادو كينسى مرجو كينسى العائله ديالو هادشي كنشوفوه بعينينا كنشوفوه في المجتمع ديالنا مشينا عند حالات كيعانيو من نفس هاد هاد الامور هادي فبالتالي جينا ناخذوا وجهه النظر ديالكم مشاهدينا الكرام شنتوما فهاد الظاهره هادي ولمن لمن كتردوا اللومه وشكون اللي كيبان لكم مسؤول فهاد القضيه هادي يعني حتى داك الزواج صح شو الطبقه الفقيره اللي, اللي كيطرى لها هذا المشكل ملي كيتزوج الانسان وكيولد مع واحد جوج ولا هذا كيطلقها المراه ما مسكينه واحد فيها جوج وليدات كتبدا تبكي كتخرج انا ما عندي من ناكل ما عندي من ندير ما عندي ما هادي. يعني في الاول ما كيكونش واحد الاستراتيجي ديال الزواج ديال حنا دونك راك عارف انسان الله يدير شي تاول ديال الخير وصافي حنا تزادينا في الارض باش زعما نتوالدو زعما نتكاثروا ولكن خاص تكون هذاك الشيء عنده دي ليميت ديالو ويكون عنده يعني شد الدوله خاصها تحاول تدخل في هذه المسائل بنادم اللي ماشي بالامكان ديالو يتزوج ما خصوش يتزوج دونك ماشي صافي عجباتك واحد الانسانه بدات تكذب عليها تزوج بها غتولد معاها غتش خ... صافي غتشوف مسؤوليه كبرات عليك وفبالتالي غيتزادوا لي وليدات غتولي هربان سامح في المراه سامح في الاولاد وغادي ومخلاه ليا هي مسكينه كيف كتعرف الام ديما كتكون حنونه كتحضن ولادها كتعيش معاهم العذاب يعني شفنا شي حوايج راه لا اله الا الله وعليكم السلام الاخت ساره وعليكم السلام الاخت وداد الاخ عبد الصمد هذه القضيه اللي قلتي نتايا هي هي ماشي غنتفق معك هي ضروري تعيش معاك تعرف تعرف ان ديك الانسان اللي مشاركك حياتك باغاك انت ما باغاكش على ود عندك سياره فاخره ولا عندك واحد الدار ولا عندك يعني ميسور الحال يعني باغاك انت متفق معك ولكن ماشي بالضروري انك تعيش القهره وهي عارفاك انك انت ميسور الحال باش تجربها ما يمكنش يعني غتكون خطه فاشله هذه الحاله سبونطاني يعني كترقب قبل ما تتعرف على ديك الانسان فشي الله كتعرف عليها كتهضر مع الانسانه كتبغي تتعرف على العقليه ديالها بغات بغيتها حتى تتعرف عليك يعني انت تقدر تكون عندك طوموبيل تقدر تخرج مع عندك لا طوموبيل لا والو تقدر تمشي في طاكسي وتريح معاها يعني تقدر كاينين يعني دي تكنيك اخرين يعني ماشي تقدر انت تزوج بها وانت عارفك ما الحال وتعيش الفقر باش تعرفها باغاك يعني خطه فاشله بالعكس تقدر تقدر تكرهك بحال هكا وكنحشر من الراي ديالك اخي مصطفى هذا فقط الراي ديالي انا كنحشر من الراي ديالك كيف كيقولوا الاراء تناقش والفكره تناقش والراي يحترم هادشي اللي كاين كي. أه حسن كيقول لنا فين حنا حنا في واحد البلاصه اخي حسن حنا في المعارف دابا ابتسام كتقول لنا شميت أه فوالا حيت ما يمكنش واحد الانسانه آه <سؤال> يعني تزوج شي بها مادام دابا عاوتاني مادام واحد الانسان تزوج بواحد الانسان هذيك راه هي واحد الحاجه زوينه مادام راه دخل مع الحلال يعني مابقاش كيتفلى عليها كيديها الدار ولا هذا ولا كيعطيها وعود كاذبه كي با. باش انه يوصل لغرض ما يعني راه تزوج معاها آه. ولكن آه لما كنتيش انت عندك هذيك المسؤوليه ديال الزواج وعارف راسك راه من بعد غتشوف المدى البعيد يعني راه من العامين غيقدروا يكون عندنا وليدات دونك ملي يكون عندنا وليدات تزاد المسؤوليه يعني آه غتولي مثلا غتولي مسؤوليه كبيره علينا بجوجنا نخصنا نعرفوا كيفاش نجيريو السيتوياسيون ديالنا مع الوليدات ديالنا غتكون واحد الاكسبيرونس جديده غيكونوا الدراري الصغار غيبداو يفطروا عبر مراحل يعني خصنا نتعايشوا معاهم على المراحل ديالهم او طو ما نساوش ريوسنا حنا كزوجين يعني نعيشوا حنا الحياه ديالنا باش حنا نستمتعوا ببعضياتنا ماشي نخليو الاولاد ينسيونا بعضياتنا يعني خص يكون توازن اه اي حاجه في الحياه كتبغي شوازون لما كانش توازن اه يعني صافي كيتخربق هذاك الشيء لا لميلتي لا, لا لا تقلتي على كفه على كفه يعني صافي كتقال الكفه كت يعني الاخرى كطيح يعني الميساج واضح السلام عليكم مرحبا مصطفى مرحبا خويا مصطفى ان شاء الله علاش لا خويا مصطفى مرحبا علاش لا سلام خويا ادريس تبارك الله عليك آه... اختي في فدوا حشو ما تقولي بحال هاد الكلمة دابا نتي قلتي بحال هاد الميساج هاد الكومونتير وانا شفت شو دابا بار بالعكس بالعكس الاخت فدوى عندك مشكل نتواصلوا معاك على الخاص لا عندك شي مشكل تشرحي لينا ما عمرك تخرجي للعيب يعني را ولوفات ديال الميساجات اللي كيجيو آه يعني راه الله يحسن العوال ال... على داك يعني حتى الناس اللي في اللي في اللي كيبقاو يقراو لي ميساج راه الله يحسن لهم العوان حتى ما عرفتي شحال ديال لي ميساج كيجيو يعني الله يحسن العوان ما تقوليش بحال هكا غيكونوا ما قراوش الميساج ديالك ولا طرات شي حاجه ما نظنش انهم قراو الميساج ديالك وما جاوبوكش ما يمكنش الاخت في دواء ولا كانت شي لعبه ضروريه مساء الخير الاخت ملكه لا لا مساء الخير سلام خويا حمزه آه الاخ مصطفى كيقول لنا كلشي بسبب الدوله اكيد الدوله عندها واحد آه يعني عندها واحد آه باش نكونوا واقعيين ا آه عنده واحد العامل ديالها لانه ما موفراش بزاف د الحوايج باش اننا نكونوا ناشئين في واحد يعني في الثقافه اللي اننا اصلا آه عندنا هذيك الثقه في النفوس ديالنا الو غادي شكل القاتب نادم ماشي يخش فراسو فبزاف د الحوايج خاص دائما بنادم كيسول بنادم كيخرج كي مع مثلا انا مع واش ناخذ هادي واش ناخذ هادي واش نشري هادي كاين اللي بغى يتزوج وكيمشي عند صاحبو كيبقى يقول واش نتزوج بها كيفاش بانت لك الدريه يعني بنادم كتحس به في يخش فراسو وهادشي كيرجع للفورماسيون للصغار للمدرسه للقرايه للوالدين كيفاش كانوا كيهضروا معاك كيفاش كان التشبع ديالك الدراسي ديالك كيفاش كان يعني كتلقى فرق كبير ما بين واحد النوع ديال الاطفال وواحد النوع ديال الاطفال باش من ما بغيناش حنا ندخلو في واحد الحيتيات ولكن اللي غيفهمني راه غادي يفهمني شنو بغيت نوصل لك وعليكم السلام الاخت فاطمه الاخ عبد الصمد كيقول لنا طمع كيخرج على البنات كيبغيو الطوموبيل والدار ويزيد ويزيد وما كيبغيوش ولاد الناس وفي اخر كي, كي زعما كيوحلو اكلوا ah, آه اكيد كي بعض الفتيات ماشي كاع ماشي كاع الناس شي كاع الدريات اللي عندهم مثلا عند الاب ديالها حاكم زمام الامور في المنزل ديالها وكتلقى تبارك الله عنده كلمه ديالو الام الام ديالها كتشوف كيفاش كتعامل مع الاب ديالها كطيع وكتحترمو و هو الاب ديالها كيعامل بما, بما بم... بم... يرضي الله ديك هذيك البنت اللي كتكون كتنشا في هذيك العائله دونك هي كتاثر بالاب ديالها يعني كتحترم الرجوله كتحترم المراه كتحترم الدور ديال المراه كتحترم الدور ديال الراجل الوغ هذيك حتى هي ملي كتزوج بها ما كتلقاش معاه مشكل علاش ديجا عندها لا باز هذه هي الفورماسيون عاوتاني اللي ديجا دوينا عليها قبيله ديال الانسان كيكبر بلا فورماسيون وما كيكونش شاق في هذا العامل هو ايجابي كيكون عند آه يعني الاب ملي كيكون متدين تبارك الله وكيكون يعني آه يعني كنعرفوا اسر يعني ملي كتشوف كتشوف الام هي اللي عندها السلطه في العائله كتلقى شويه الامور ماشي هي هذه كتلقى الامور ما مضبوطاش باش واقعين واقعيين حيت هذه طبيعه ديال الحياه المراه ملي كتكون عندها السلطه على الراجل الحياه كتخربق واخا المراه هي ما باغاش هذيك السلطه ولكن آه بديك الضعف الشخصيه ديال الراجل هو كيعطيها لها بواحد الطريقه يعني لا اراديه هو ما, ما كيعرفش كيفاش دونك هنا فين كيوقع الاشكال دونك الانسان اللي كتكون متربيه وسط واحد العائله اللي هي فيها كيخافوا فيها, فيها, فيها الله وفيها واحد الاب اللي كيتعامل مع الاسره بما يرضي الله كتلقى بنت الناس اكيد ان كاينين هذوك الناس هما الناس طماعات كيجيو من يعني كيكونوا باينين تا كيوقعوا مشاكل وكيوقعوا كيطرا لهم بزاف د الحوايج وكيندموا وملي كيوصلوا واحد لاش كيسحبوا الدنيا ما فانياش والدنيا راه فانيه هذيك كتكون زوينه الجمال ديالك شحال 25 عام 26 عام 30 عام كيبدا يدبل 40 عام شويه كيبدا يدبل 50 عام كتولي مراه عجوز ما تقدرش تولدي ما تقدرش بزاف د الحوايج شنو اللي غيبقى حيفك كتبقى حيفك هذيك الاخلاق المبادئ القلب ديالك هذاك الانسان حيت الانسان واخا يكون زوين تقدر اه, آه، تشوفو يعجبك ولكن لما كانت المعامله ديالو خايبه وكان ديالو القلب ديالو فيه شر ما كي فهمتي أه... ما كاشقاش مرتاح ليه دونك هذاك ال... بحال كل شيء الجمال ديال الروح والقلب هو المهم اكيد على الانسان كيكونوا قابلين على بعضياتهم في الاول اكيد مي المهم هو لو ال... فون ديال الانسان أه... عواطف عواطفك تقولين دعيناهم الله ياخذوا فيهم الله ياخذ فيهم الحق فوالا اختي عواطف كاين رجال وكاينين كاينين اللي ماشي رجال بهذا المعنى هذا حيت اللي راجل تا هو وعندو اب ديالو وكبر وسط واحد الاسره اللي فيها الاب وفيها الام وكيحترم الام وكيحترم الاب تا هو ما يمكنش غيتفلى على واحد الانسانه علاش حيت هذيك الانسانه تا هي راه مراه وامو تا هي راه كانت مراه تا هي كون تفلى على بابا تا تيار... كون بابا تا هو تفلى على ماما ما غيكونش هو دونك اللي كيكون ولد عائله يعني كيقدر هذه المسائل واخا ولينا باش ما نكذبوش على ريوسنا ولينا عايشين في واحد العصر ديال الفتان يعني, يعني ولو وبزاف د الحوايج يعني ولاو بزاف نزاوات بزاف د الحوايج اللي ولاو واخا الانسان كيكون يعني وصع الى محافظه كيخرج للشارع يعني مع الاصدقاء السوء يعني كيولي كيدير واحد الحوايج ولكن دائما كيبقى عنده ذاك المبدا ديال واحد الخصال كيكونوا بانين فيه والدي زارعينهم فيه دونك واخا كيخرج لديك الطريق ولكن ما يقدرش يدير واحد الحاجه اللي اذي بها الناس هادو هما باش آه الحمد لله علاش كيقول لك الله يعطينا شي ذريه صالحه تنتا شخص تكون صالح باش تكون هذيك الذريه صالحه تحياتي لك الاخت مليكة ويا كاين البرد الاخت مليكة يعني كاين هذيك كتبان لك ستابيليتي في الجو ولكن هذيك كاين هذيك الكز كيف ما كنقولوا مساء الورد تحيه الناس ديال السويد وتحيه الناس ديال الجاليه المغربيه ماشي كل شي اخويا رضوان ماشي كاع البنات بغاو قصر وبغاو 200 مليون وبغاو طوموبيل بالعكس كاينين بنات تما مساكن بغاو رجال يكون راجل قد بالمسؤوليه ديالو وتبني معاه حياته ولكن احنا دائما ما عندناش هذاك التقارب من بعضياتنا ما كنتقاربوش في الافكار ديالنا يعني حتى اللقاء الاول كيكون ديما ما كنكونوش على الطبيعه ديالنا يعني هذا راه مشكل كبير الانسان لما كانش كيعيش على الطبيعه ديالو ما كان سبونطاني راه كيلقى مشاكل كبيره في حياته يعني كيبدا يمثل ملي كيسارشو الراجل ملي كيتلاقى مع المراه فاش كيكونوا بانيين هذيك المرحله ديال الزواج كيكونوا يلا بادين فيها سبونطاني كيبدا يخصو بنزوين ماشي يخصها بنزوينه بالعكس على العكس انهم لبانوا في الطبيعه ديالهم راه ضروري الانسان فيه العيوب يعني راه ما يمكنش انت غتكوني زوينه ملاك عليك انت ملاك غتكوني في الجنه ما غتهبطيش للارض يعني ضروري فيك واحد الحوايج خايبين وكذلك الراجل حتى هو لكن انت انت ملاك راه غتكون في الجنه ما غاتش فيك واحد الحوايج خايبين علاش ما تصرحوش بعضياتكم تهضروا سبونطاني ماشي تقولوا الحوايج اللي فيكم خايبين حيت ربما نتوما ما تكونوش عارفينهم ولكن ملي كتكون تلقائي مع الشخص الاخر كيبدا يعرف العيوب ديالك وكيقدر يتقبلك ولا يتقبلك. ما يتقبلكش هذيك كيبقى لو ديالكم نتوما واش تفاهمتو ولا ما تفهمتوش أه كذلك الاخت ام امين كتقول الزوج هو الراعي وكل راع مسؤول عن رعيته امام الله متفق معك الزوج دائما خصو يكون عنده واحد الدور في يعني في البيت ديالو يعني هو اللي كيقود السفينه هو القائد ديال السفينه هو اللي كيتحمل المسؤوليه في ذوك الحوايج الكبار هو اللي ياخذ القرارات في الحوايج الكبار ماشي كيلغي غير المراه المراه دائما معاك ولكن بحال قلتي مساعده ديالك في الحياه ما كتحاولش ترمي على الحمل ديال الحياه يعني راه دائما الراجل كيكون كي كيف بالعقل المنطقي المراه هي راه عندها العقل المنطقي ولكن دائما كتغلب عليها العاطفه الوغ خاص كل انسان يبقى متوازن ديما كنقولوا ديما يكون توازن العاطفه مع المنطق مع العقل المنطقي كتمشي مزيان العاطفه مع العاطفه ما فهمتش يعني كتبليجي عليها هي يولي عند العقل المنطقي يعني كتبليجي عليها هي خصها تكون رجوليه أه alors كيبقى مشكل دائما الراجل يكون عنده مشكل في القضيه هذه هادشي كاين الفقر اكيد الفقر تا هو هو اللي كيولد لك الفقر والجهل يعني الاخي محسن كيدير بزاف ديال المشاكل سلام الاخت خديجه الاخت ناديه كتقول لنا اذا كان الرجل ميسور الحال ضروري يوفر كل شيء للزوجه من غير اذا كان بخيل هذه أه حجه اخرى اكيد كاينين الرجال اللي بخلاء أه يعني كاين اللي هو وعنده تبارك الله بخير ولكن هو كابر في واحد يعني في واحد المحيط هو هكاك هو, هو عقلي هكاك ما كيبغيش يصرف بزاف ما كيبغيش رغم عن, عن عنده الفلوس ولكن أه عاوتاني البخل راه حتى في الدين راه يعني راه ما خصوش يكون يعني الانسان اللي كان بخيل راه خيبه يعني شو راه مرض هذاك راه مرض الانسان عنده الفلوس وبخيل وما هلاش في راسو وما كيتهلاش في الزوجه ديالو راه مشكل يعني ما بما يرضي الله اذا انت ربي عاطيك واحد ال... وحد واحد الرزق عاطيك واحد النعمه اللي ربما معناتها واحد الناس الاخرين اللي عندهم نعم اخرين المهم وحد واحد النعمه لانك انت خصك تعيش خصك تعيش بها فهمتي ماشي تكون مبدر ولكن تعيش بما يرضي الله داكشي راه باين تعيش حياتك عاديه كيف ما انت خاصك تعيشها ما تكونش بخيل فوالا بنادم حجر وطوب كل شي في حال في حال اللي كان اكيد كل شي من الوالدين دائما أه كيرجع كل شي الوالدين وبهذا مسخي الله الله عليكم وليله سعيده والله يرفع علينا هذا الوباء